انا انسان مشعتر من الاخير. مشعتر وشلون؟ يعني مشعتر كيف مشعتر لا مبهذل يعني يوم تلاقي تفك دولاب الملابس تلاقي الدرع كذا محطوط فاهم، تدخل ملابس السبورت تلاقي ميداليه كذا فاهم، يعني الوضع مره سيء. فهذا ما ادري فين راح، لكن اذا انت تعرف قل لي. بارك الله بالحفظ الصوت، لكن انت مضيع، لكن بيجيك ان شاء الله، بيجيك ان شاء الله اذا رجعت بعد البرنامج. يجيك ان شاء الله بالحفظ الصوت، ولا عند واحد من اخوانك ولا مو في البيت ابدا. الله اكبر، بعيد بعيد جدا. طيب شكله مع اللي حاول اغتيالي. البعض يمكن ينتقد المشاركة في هذه المهرجانات يا أحمد، إنه ربما فيها بعض التوجهات المدري إيش. شعورك على هذا الكلام؟ شوف أنا دكتور الشيخ عبد الوهاب الطريري أمس عليه بالخير، كان عندنا قبل كم يوم، وكنت بعد ما مشي كنت أتكلم مع مجموعة من الشباب، كنت أقول يعني الشيء الوحيد المتفق عليه عند جميع الناس هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومستحيل أحد يختلف على حب هذا الإنسان. صحيح. أعتقد توافقوني الشيء هذا. صحيح. نعم. البعض يغلو والبعض يشفو. الحب بالمستوى المعين. أكيد. اللي ما يغلو فيه. بالفعل. ولا يشفو. لكن أنا من الناس يعني دكتور، يعني المهرجانات هذه أنا أعتز فيها، لأنه بالفعل نحن في الزمن الحالي يعني للأمانة أي شيء قاعدين نشوفه من تشتت الشباب ومن ضياع الشباب، لأنه تركنا الهدي النبوي المحمدي صلى الله عليه وسلم. يعني أمتنا ذكر سيدنا محمد في قلوبنا. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قلوبنا، أعتقد ما كان توجهاتنا زي اللي قاعدين نشوفه. فلذلك هذه المهرجانات والأناشيد اللي تكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إحياء الذكرى، أن الواحد يعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعمق فيه حب هذا الرجل، حب هذا الإنسان العظيم، حب سيد البشرية، بحيث أنه بعد كذا يقدر ينهج منهج نبوي. طيب بس ما وكيف تجاوب على الناس اللي يقولوا انه بعض هذه المهرجانات في المدائح مبالغه شوي وفيها غلو؟ كل يعني كلهم يعني مبالغه حتى تصل لبعض الشركيات لبعض الاشياء. انا اقول لك شغله، البعض يقول كيف الواحد يشارك فيها. انا اقول لك زي ما قال ابو سعد الله يعطيه العافيه، انت مستحيل ترضي جميع الناس، لكن في نقطه لازم الكل يعرفها. البعض يقول المشاركه تعني انك بتوافق على الشيء الموجود. لا. موافقه؟ لا، أنا إنسان أمثل نفسي. أنا الآن أما شاركت في مكة تجمعنا، هل أنا أمثل أحمد؟ لا، موافق على فكرة البرنامج، وموافق على ابتداء يعني عرضت عليك فكرة البرنامج وعارف شو اللي يصير فيه وموافق. طيب بس أنا أمثل نفسي في النهاية، أنا رايح أكيد أنا نفسك مشاركتك تعني الموافقة على فكرة البرنامج، وأن أنا أرتضي هذا البرنامج لذلك أشارك فيه. صحيح. طيب البعض يقول هل أنت لما تشارك في هذه المهرجانات أنت موافق على اللي بيصير فيها؟ ايش اللي يصير فيها؟ طيب انه مبالغه احيانا. لا، هل في المدح مين اللي يقول هذا الكلام؟ تصل لدرجه هذا كلام يقولوه بعض الناس. انا ما حضرت المهرجانات، انا اسالك بالضبط. فانا اقول لك تقول لي الصوره. بالفعل كل اتكلم سواء عن هذا المهرجان او اي مهرجان قاعد يصير او اي حدث لازم الواحد قبل ما يتكلم لازم يحضر بنفسه ويشوف، او لازم يعيش الواقع هذا وبعدين يحكم. لكن من الخطا ومن الجهل ومن الاجحاف انك انت تحكم على شيء وانت غير متواجد فيه وانت بعيد عنه. يعني انت تقول الكلام اللي بينقل عنها غير صحيح بحكم مشاركة. نعم فيه. تماما، وهي صافية وخالية وما فيها. أنا أتكلم عن هذا المهرجان. عن هذا المهرجان. نعم. مهرجان النصرة. مهرجان النصرة. نعم، ومقاطع في اليوتيوب بإمكان الجميع يشوفها. طيب الله يعطيك العافية. الله يكرمك ويرضى عليك. على راسي. الله يرزقنا وياكم حب النبي صلى الله عليه وسلم والوجه الذي يرضى به عنا. والله ما ادري ايش قلت، انا خفت من الصور. انا خفت من الصور. لا ما ادري، انا لما قال صور نشافي صوره اهلي الحمد لله انا ما طلع. اللهم سلم سلم الامور طيبه. اللهم سلم سلم. وانا نطلع صور يا ابو ما ادري انا وش في صور موجوده بس لا يعني ما ادري وش الجدول كيف مرتب، لكن انا يوم قلت لي صور انا ضعت. وش قول لي؟ الله يا رب ترزقني الفضيله. امين يا رب. وش تم؟ انا عارف نفسي جايب ودي اطلع صورتك بالدب. طيب بنسألك يا ابو البراء، وش سالفة الزجاج التوماتيك للسيارة؟ انت مو سالفة كذا ساكن تشغيل السيارة، انت تبيت في السيارة؟ في عندك قضايا كثيرة في السيارات. لا تكفى، لك سالفة مع الوالد. اي ما والله قد قلتها للشباب على الهواء العدل بعايتها، قلتها مدى الشباب سكرت عليه دجعني في درج ليه. والله ما قل له الموقف. والله يا اخي انا ابوي قد رقد بس اكمل الحين خذ زعلان. هو اللي اعطاهم السالفة. لا احنا رايحين لين مكة بنعتمر كريلا. نظامها نظام تكع انت. قال افتح الدريشه بشوف الحين بردنا، يعني بدينا نقرب صوب الطائف يقول خلينا نشوف بردنا ولا لا في الليل. احنا
طلع عيده وكنا طولت انا فاتح الدريشه ومطلع عيده انا نسيت لا شعوريا رفعت التماتي قزازه اثرني سكرت على عيده ولد ولد ابى شوي سلامات افتح الدريشه اخ منطقه الله ولد ما ادري ايش وافتح الدريشه صراحه انا فيني ضحكه وفي نفس الوقت الم لابوي يعني يا غبي يا ابوك يا الله يحفظه كان ساكت ما قام شاي الوالد يعني زين انا اسلم الحمد لله وصلنا للطائف بخير وسلام ما صار فيها بوكس يعني ما في كان حليم معك الله يجعلني في درجه اي والله اي والله يجعلني في درجه حليم من واجد حتى وان ضربني فضربه حلم لي وان هاوشني فانا في درج لي وفي الدم واطيه يعني. الله يخليه هو اللي علمني هو اللي اخرجني هو اللي ساعدني هو اللي ارشدني هو اللي زوجني هو اللي في حياتي كلها ابوي يجعلني في درج لي وامي الله يخليهم الله يحفظهم الله يحفظهم انتم الوالد احيانا يصير بينكم نقاش انت دق على اخواني ولا احد مستقى ايش سالفه لا لا خلص يا رجل خلص وانا اعطيك اسلم وشو يعني والله شوف انا وابوي يا اخوك يمكن خطني بعض الحين اصير مع ابوي انا شخص نوعا ما اميل للنكته والضحك يعني صراحه يمكن حتى اصدقائي يشوفون الشيء ذا فيني جميل فاستخدم ابوي جعلني في درج ليه يعني من الاشخاص اللي بطبعه شخص ثقيل من الدرجه الاولى قليل الضحك وكان ينصحنا يقول الضحك والكهكه طبعا عبارات ما انا ما اقدر اقولها فمهي بزينه يقول لا تكثر الضحك حتى كان رسالته لي قبل يومين دقيت عليه وكلمته قال لا تكثر الضحك سمى بشي على خشمي فطبع ابوي يعني تتصورون الوالد في مقام ان شلون اشبه الشروح حتى يكون في الصوره او المشاهدين يعني مثل الشيخ محمد الصبحي عرفت او مثل مدرس التفسير حقنا شفت الرزانه والثقل هذا هذا مثل ابوي يعني بطبع حتى وان جلسنا نلعب معه حتى وجلسنا نسولف معه ما يخلو مجلسه والله يسألني الله عليها حتى يوم القيامة ما نجلس نسولف معه في سالفة ولا في ضحك حتى والله حنا نلعب معه أي شيء إلا ويذكرنا بالله سبحانه وتعالى لا تغفلون عن الله طبعا الوالد مؤذن الله يخليه لي جعلنا في درجة والله, والله طول في عمره يمتع بس صلى العافية وجعلنا بس نبره آمين. أحسن البر حتى يبروا فينا أبنائنا ما عد الحين خوفنا نحن بس من أبناء بس عشان يحسنوا فينا عيالنا الله يحفظك والله يجعلنا بس هذا فأنا الوالد بطبعه رزين ثقيل واختلاف الشخصية بينك وبين الوالد كيف هذا هذه اللي تحتاج لها شخص انك تتعايش مع والد يعني بهالشكل بهالثق انا طبعي نكتة يعني امي لطيفة الله يخليها طبعا لطيفة بنت حامد دليم الوادعي الله يحفظك امين يخليها لكم امي الام طبعا بطبعها تحب اني يعني اشارك وتحب اني اضحك معها وانكت معها واحب اسولف مع امي واحب اخذ واعطي مع امي تتقبل الام سبحان الله قلبها لين مهما كان حتى لو سالفتك بايخه الا تتقبل منك السالفه الزينه على تحطها زينه لكن الاب لا يكون وضعك مع شيء ثاني وقدرت تتعايش والله الحمد لله اتعايش مع الوالد طبعا انا اكبر ابوي الله يخالف عليه طبعا انا اكبر عيال ابوي الاولاد طبعا من الاولاد ولا ثنتين قدامي من البنات الله يحفظك جميعا فعياله يشوفون فالوالد يعني احاول اني هو خلاص تعود على سعد انه ضحكه بدا يتقلم مع والد نعم خلاص طبعا عندي اخوي محمد مثلا وخالد ترى اخذوا من ابوي ثقال ثقال عندنا سعود اللي في ثالث ثانوي الله يصلحه ما شاء الله وسعود متفوق دراسيا ما شاء تبارك الله ما شاء الله سعود لا سعود مثلك يوم راي نفس سعود راي نكته وفيهاته وضحكته حلوه فانا طبيعتي مع ابوي يعني مره احاول اتعايش معه خلاص عرف سعد فهذه اللي خلاني مع وقفاتي مع ابوي زي كذا ما في موقف كذا حسيت انه والله ما انا كثرت عليه مواقف ابوي لكن في كثيره ولعلها لله وتذكرنا شيء منها ان شاء الله اقولها لكم يمرر لك يا عادل يمرر وفي شيء ما يمرر لعب في شيء ما يمر يجمركني اقوى موقف اتجمركت فيه الله يا اخي الضرب يعني لابد الوالد يضرب ابنه يعني ترى الله يحفظ اذا جلد شوي جلد يعني هذا يوم اصلي ايش السبب اللي خليه يجلدك يا اخي ليش تلفت يعني في سبب يعني انا ما مره يعني اذكر ما قد صليت صلاه التراويح ولعله يعني من باب التأديب جلدني جلد من المسجد لين دخلت البيت هو يجلد فيني ضرب بالعقار يعني والله اني حتى اذكر بها يعني حتى يبغى يطيب خاطري وزي كذا خذاني معه وداني التشليح الله 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 جميل يعني قلب الاب يعني كان نتحسف على ضرب جعلنا في درج له يعني وانا ما انساه والله جلس اربع ايام انا عايش الدور لا هو كان عنده كان عنده سدرك مصدوم الله يحفظك امين يا رب امين
زياد تسريتك في التشغيل كلها السيارات والله حددتني عليها يعني حددت المراقب التشغيل. زياد وش حكايتك مع الحشرات؟ عندك مشكله مع الحشرات؟ الله قص في انا ما اتوقع دق على اصدقائه وعلى اهله دق على اعدائه هذا. هي مواقف تولد عند الشخص فوبيا او خوف من الاشياء. سعد يخاف من الطياره. جميل. ومع ذلك تراني اكثر شخص يسافر على الطياره. ما شاء الله. وانت تخاف من الحشرات وليش سالفتك مع الحشرات؟ اسالك انك تسافر كثير في الطياره ولا لا؟ طيب. هي لك ولا علي بس ما ادري شو يا رب يجيك صور صوره كانك تخاف منها. مبطي يعني وانا في سادس او خامس ابتدائي تعرف الواحد عند البيت شجر وكذا ويسقي الواحد. انا كان بعد الفجر الموضوع هذا غالبا ما يعني يصير كثير في الشجر او في التراب الخنفسان الاسود. ايه جميل. الواحد قاعد يسقي وانا واقف جنبه ما ادري ايش اللي خلى تقريبا ثلاثة او اربع خنافس تدخل في ملابسي الداخليه. ما دريت عنها انا. طلعت البيت طبيعي يوم جيت انام احس بحركه. اي والله يو. اقول كذا ان امسك شيء له رجول يتحرك. انفضم بروعه شو اللي في ظهري شيء يمشي يتحرك ثاني. اي والله. وافسخ التيشيرت الفنيله الداخليه وانهبل في البيت. والله قعدت اراكض وصايح وابكي. من اليوم ما انزرع داخلي الخوف هذا. ما احب النمل. النمل هذا اشيل همه شيء الفظيع. يعني طلعنا مره مخيم احنا واخوياي في المكان حق المخيم كان فيه نمل. والله ما جلس معهم يمكن 6 او 5 ساعات. نمل مو النمل الصغير هذا العفاز. ايه يسمونه عفاز اللي ينقطع راسه في الجلد. ما ادري. المهم انه جالس في السياره يمكن 5 ساعات فاتح الدريشه وصار من اخويا جالسي ما اجلس على الارض اللي فيها نمل او الخنفسان هذا. حلو. وجلس في السياره طول الليل. اي والله حتى نمت في السياره هم ناموا في المخيم. اتخذت وضعيه الميت وضعيه المدير اللي يشارك من فوق والله لانه عندي فوبيا منها وخوف منها والله الى الان. طيب الى بكره. طيب زينك علمت عشان نمسك عليها. سيد الوالد اتحادي وانت اهلاوي. كيف كنت تتعامل مع هذا الخلاف؟ مو حلو نتكلم في الرياضه. بلاش الرياضه. طيب في اختلافات خلينا نروح لحاجه حلوه. بس انا بسالك كيف انا عشان والله بس عشان الجمهور يعني. لكن احنا في النهايه في الاخير هذا خلاف موجود بيني وبين والدي كيف اتعامل معه. والله هو مو اتحادي كمان فوق اتحادي مره اتحادي من ايام لو الناس اللي تعرف ملعب الصبان في جده. اوبس يعني مره عارف ايام اللي وانا اهلاوي فخذ مشاكل في البيت. شنو حط؟ ديربي اذا جت مباراه. مباراه الاتحاد الاهلي بعد عني وبعد عن ابوي. والله يا غشنات تصير غشنات يعني كريس. ومع ذلك انت مره من المرات رضيت الوالد سويت له زفه. في زفه قريب. وهي منتشره. ايش في يبس؟ والله صحيح الكلام ذاك في مقطع فيديو بس حبكي ما اطلع المقطع بس انت قول لي ايش اللي صار سويت للوالد في الزفه ذي؟ يعني مباراه مثلا كانت مباراه؟ لا سويت له زفه. والله شوف انا اقول لك شغله. هو ما شاء الله قارب السبعين. هو ما شاء الله تبارك الله اول شيء اسلم عليه وامسي عليه بالخير والله يطول عمره يا رب ويعطيه الصحه والعافيه. الوالد طبعا كبير في السن لكن كوميديان درجه اولى ونكتي درجه اولى وانسان يعني احمد الحبشي الجنان ده اللي فيه اس 10 يحب الضحك ويحب الونسه ويحب الرقص والاناشيد وفاهم يحب الحماس يعني. فدائما في البيت نحن نسوي زواجات في البيت. والله العظيم سويت زواج للوالد في البيت. تقول الزواج في البيت اسبوعيا يعني الله يديم الفرحه. اسبوعيا لازم كذا جلسه في البيت هبل وجنان يعني مسلسل. فالزفات دائما تصير في البيت يعني. واخر زفه سويتها للوالد بس ما وثقتها وعندي التوثيق. اوه لا اله الا الله افتكرني. هذه كانت حاضره في الزفه. ما حلارت اي والله افتكرت ما حلارت شيء. طيب الوالده علاقتك فيها خاصة. الوالدة يا أحمد حاط خلفية جوالها صورتك. الله خلي لك كلام. من شدة القرب والعلاقة وأظن لما كنت تجي من اليمن كان في استقبال خاص لك مع الوالدة الله يحفظها.
انا ما بتكلم عن الام.